السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله كده هنبتدي نعمل حركة مشي على الجسم كله، بالدراعات، بالإيدين، بالجسم، بالرأس. وإن شاء الله نحاول إن احنا نعمل، لو الوقت سمح يعني، ممكن نعمل أكتنج ووك، يعني فيها تمثيل، حركة سايكل فيها تمثيل المشي. يعني في كذا طريقة في الكرتون أو في الستايل الكرتونش ممكن نعمل بيها تحريك، يعني حاجات فورمولا ثابتة. فهنبتدي إن شاء الله كده إيه، نجرب نحرك. اول حاجه نبتدي ان احنا نعمل البوزات الجولدن الاساسيه، ده كاركتر بايبت مش كاركتر بونز. احنا هنعمل برضو حركه مشي ده كاركتر بونز برضو. هنحاول ان احنا نعمل الموضوع دوت. هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحاول على قد ما اقدر. احاول على قد ما اقدر اظبط البوز بتاعي في الاول، لان دي الجولدن بوز. لو حركه المشي ما اتظبطتش من الاول هتقابل مشاكل في الحركه كلها بشكل عام. عشان كده لازم نحاول ان احنا نركز قوي في البوزات بتاعتنا ان هي تطلع مظبوطه قدر الامكان. الجسم بيبقى دايما عكس الوسط، يعني احنا الوسط بتاعنا باصص يمين الكادر شوية، فالجسم من فوق هيبقى عكسه. محمود بيتهيألي في مشكلة عندك في المايك، فمعلش هستأذنك صلحها. أنا عملت لك ميوت عشان في مشكلة عندي في التسجيل، هيبقى صوته مش واضح.
المفروض الايد دي راجعه، احنا بنعمل سايكل فالايد دي راجعه، فمعنى ان هي راجعه ان هي مش هتبقى ثابته كده. هو في طريقتين، في طريقه ان انت بتتخيل رد الفعل وتبتدي تعمله، او بتحط المفاتيح الاساسيه ترجع تعدل فيها تاني. البايبد من ضمن المميزات اللي فيه، احنا ممكن نسلك كده على الاضلاع دي، نيجي في الكوبي نقول له بيست، الكوبي نقول له بيست، بيريحنا شوية. نحاول نخلي الكتف اللي قدام يبقى عكس الايدين، بتبقى عكس الرجلين. دايما الايدين بتبقى عكس الرجلين، الراس زي ما هي. نطلع فوق شوية، لو ماشي بالراحة هيبقى ماشي عمودي. ممكن نميل الوسط سنة لقدام، بيديله إحساس بالحياة شوية. ده كده بالنسبة لي جولدن بوز. بحاول ان انا اظبطه على قد ما اقدر. مصطفى مش هتديني حاجة يا مصطفى؟ طريقة برضو من ضمن الطرق الحلوة، ده في بعض الحاجات مش بايبد. تقريبا انا ماسكه كله كده ما عدا البوست، ما عدا ده، هو ده اللي مش بايظ. تمام، امسكه واجي في 12، قول له كوبي، قول له بيست، قلبوني الناحية التانية. دي طريقة سهلة، سهلة على الواحد، تخلي الواحد أسرع، تديك المفتاح العكسي بتاعه بالملي. دي طريقة برضو في البايبد، عشان كده البايبد بيبقى سريع في الانتاج المصري، بس طبعا ما بيطلعش حركة كويسة. احنا لازم نتعلمه عشان احنا جزء من السوق، فلازم نتعلمه. تمام، هناخد المفتاح الاولاني خالص، نحطه في 25، دي المفاتيح الجولدن بتاعتي، كونتاكت على الأرض. تمام، نبتدي نحط الباسنج بوزيشن اللي هو اللي في النص. المفروض الرجل دي هي اللي بترجع، رجل اللي ناحيتنا. ايوه انا حافظ على البتاع بتاعها. ما عندكش دم والله. هنيجي هنا نعمله فري. تعالي يا محمود، لسه في مشكله في المايك عندك، معلش سامحني، انا هقفل الصوت بقى. تمام، نيجي هنا نرفع الجسم فوق شويه، الرجل محتاجه تظبط، بس انا بحافظ على المكان ده، المكان ده هو ده الان بتوين الماكس عمله لي، ف انا بحافظ على المكان دوت، لان المكان ده هو افضل مكان لما اجي اسحب، يعني احط فيه المفتاح في المكان ده، عشان لما هاجي اسحب الرجل بعد كده هتقابل، ممكن تقابلني مشكله لو غيرت المكان ده لما اجي اسحب السايكل اللي انا عملتها ديت، احركها هتلاقي الرجل بيبقى فيها زحلقه، فده افضل مكان ما يخليش الكاركتر يتزحلق معايا بعد كده. اتاكد ان كله واخد بلانتد، اتاكد ان كله واخد بلانتد. تمام، ده مش بلانتد.
بالظبط. هو مش الزرار اللي في النص ده مش بلانتد؟ الزرار اللي في النص ده سلايدنج مش بلانتد، بس هو بيديني نفس البلانتد، بيديني نفس الاوبشن بتاع البلانتد بالظبط. انا مش هرفعها قوي، انا هرفعها نص نص كده، ممكن ارفعها سنة. اهم حاجة ان هو يبقى مرفوع ويمين ناحية الرجل. جسمه بيبقى فيه سنة عوجة عشان يحافظ على وزنه. ممكن نختار كون عشان ما نسلكش على أي حاجة مش كونز. الراس نفس الموضوع، حافظ على وزنه. نحاول نظبط الرجل. مش تبقى فيه سن الفولو. الدراع هيسبق سنه وهيبقى فيه فولو للكوع والايد. الكوع والايد متأخرين، احركهم في الفيو. نفس الحكاية العكس، الرايت مفهوش اوبشنز فانا بختار من هنا. هنا المفروض الايد، الايد دي راجعة، فهنيجي في ستة ونرجعها لورا سنة ونطلع الكوع لقدام يديني الفولو اللي انا عايزه. حركها فيو، اعمل فولو الكوع. تمام. الراس سنة. دايما بيبقوا اللي في النص بيبقوا بعاد، بيديني كمان ارك. لو تاخدوا بالكم هتلاقي طلعت لبره داخل في جوه، فبيديني ارك في الترانزيشن، يبقى شكله ظريف. هو ده المطلوب في الانيميشن بتاعنا، دايما يبقى شغلنا كله اركات. الجسم في النص عادي خالص مفيهوش اي تغيير، هيستخدم الان بتوين. ممكن بس اعدل دي، خليها معدوله، وباخد نفس الحركة دي. باخد الأول السنتر لأنه مش هيجي معايا في الكوبي. باخد الحركة دي زي ما هي كده، كوبي بيست. بس الرجل دي أنا بشيلها، بلاحظ مكانها اتغير، وبحط وبحتفظ بالمكان ده عشان لما أجي بعد كده أعمل أسحب السايكل دي يمشي مسافة كبيرة، ما تتزحلقش معايا. الجسم متكبرش كويس طبعا، هنا مكبر المكان في مين. احنا ممكن بقى نشوف الفاليوز. هنا المفروض هو الاكس سالب 205، 1205، هنا 1205 كده تبقى الفاليو مظبوطة بالملي. الرجل هنا كويسة كده. كده سنتر الزيرو مظبوط. تمام.
كده ايه الباسنج بوزيشن، نرجع بقى في النص مين المفتاح لكله، همسك السنتر اللي في النص وهاخد، لا مش هاخد، انا هنزله تحت خالص وابتدي اقارن. مظبوط، لا نزل قوي، انا بتحرك بالكومة والدوت كويس كده. هو بياخد الوزن بتاعه من غير السوستة دي، الكاركتر مبيبقاش ليه وزن. هنحتفظ بنفس المكان ده، هننزل الرجل اللي بياخد فيه الوزن. هو قد ايه؟ طيب ده؟ اللي بتنزل. هنا بياخد الوزن بتاعه. بيروح للوزن. المفروض ما نعديش 1.5، احنا عايزين نقلل نخليها مثلا 1.9 مثلا. طيب هو كده 1.2، لا المفروض 1.25. طيب ناخد ده كوبي ونرجع سنة بقى بس كده. هنا المفروض وسطه بيبقى مكسور، جسمه نفس الحكاية. بص لفوق لانه نزل بجسمه من تحت. مين الاول هيجيلك بني سويف؟ واحد الراجل اللي هشتري منه التابلت. هشتري انت من تابلت واحد بني سويف؟ بني سويف ده مضمون. المفروض ان الدراعات المفتاح اللي بياخد فيه الوزن ده المفروض ان هو بيكمل مش بيرجع. هي المفروض الايد دي كانت رايحه كده، هو المفروض في المفتاح ده بيكمل. ممكن ناخد نفس المفتاح ده كابي، ممكن نرجع ده لورا شوية، نقلت فيه بحيث انه يبقى مناسب كتير. نفس الحكاية في الدراع التاني. سنة بسيطة. نرجع ده سنة. الرجل دي نعملها فري. طلع دي قدام سنة.
بعد كده ناخد المفتاح في النص. ندي كل مفاتيح. نغير بيفت. بعد كده نحرك نرفع رجل سنة. هنا الوسط هيبقى أعلى قوي. الرجل دي هتبقى فوق. اهم حاجه الركبه ما تتفردش بنسبه 100% عشان هتعمل بامب جامد قوي. ظهره بيبقى مفرود قوي في المفتاح دوت. دي اعلى نقطة. راسه بتبقى نازلة. كده كتير راسه. ليه بتفضل مكسورة برضو؟ اتصلت بيهم اعتذرت بقول لهم انا كذا كذا كان عندي انترفيو النهارده انا اتصل عشان اعتذر على الانترفيو. قالوا لي طب عايز اقول يعني مش فارق معاك ولا مش فارق والله اتصلوا بيا رجعت حالي معايا. بحاول اظبط السبيسنج اللي ما بين المفاتيح عشان ما يبقاش فيه اي سينك في النص، كلهم متساويين، مفيش مفتاح بيقرب من التاني. بحاول ان انا ايه كده تقريبا الحركة الاولانية مفاتيحها الرئيسية خلصت. بس انا دي مش عاجباني، بيرجع لورا ومش عايز يرجع لورا. دي بلا سلايدنج. تمام،
الناحية التانية. ممكن بقى ايه ما ناخدش الحاجات اللي احنا مش عايزين ناخدها. سالب 500 ودي هنا نخليه بس من غير السالب. الرجل هنا تاخد نفس المفتاح ده، نغير بيفت الرجل دي تقريبا نفس الرجل دي بالظبط. ماشي روست نفس الموضوع. نيجي هنا نعمل كوبي بيست. الرجل دي مش هناخدها، نعمل سالب 801 نخليه 801. الأورينتيشن الروتيشن بقى هنا المفروض يلف سنة. تظبيط بقى، احنا كده حطينا المفاتيح الرئيسية للحركة. هنا المفروض ان هو راح ناحية اليمين، راسه المفروض تروح ناحية، لو راح ناحية الشمال راسه تروح ناحية اليمين. نفس الحكاية هنا راسه برضو فيها كسر سنة، هنا راسه تطلع بره ترجع تاني. الدراع الناحية التانية مش مظبوط. ايه ده؟ الدراع ده كويس. الدراع ده بقى محتاجين نظبطه. المسافة هنا من هنا كبيرة قوي، احنا نرجعها تاني.
لنا مسافة قريبة أوي، من ده هنيجي هنا نرحله سنة. ممكن نزود سنة حاجة بسيطة جدا يعني، هنا المسافة كبيرة أوي. نرجع لورا سنة، يعني انا كده 15 بحاول ان انا اظبط المسافات ما بين المفاتيح عشان مبقاش في اي مشكلة، بشوفها من كذا زاوية. نبتدي ايه، نبص على الجزء السفلي، الرجلين اخبارها ايه. الرجل هنا محتاجة ان هي تبقى فلات على الارض، ممكن نسيب فراغ بسيط هنا، هنا تبقى فلات أكتر تقريبا بنسبة مثلا 90% أو 80%. هعمل أوفرلاب للمشط، الرجل مظبوطة تمام تمام. نزلت هنا تحت الأرض، ده المفتاح الرئيسي بتاعي، رجعه تاني تمام. هنا دخلت في الأرض، رفعها لفوق، نديها بريك داون، ده اسمه بريك داون. بنحاول ان احنا نعدل الان بتوين بتاعنا، هنا دخلت في الارض المفروض. هنا بقى ايه، نبص نرجع نبص على الباص، الباص بتاعها هنا نفس الحكاية. نفس الموضوع، دخلت في النص هنا. ممكن ان انا طريقة برضو تانية، ادي دي بلانتد وادي دي سلايدنج ودي سلايدنج، فما ينزلش في النص، دي طريقة تانية برضو. هنا نفس الموضوع، هنا سلايدنج، هنا سلايدنج، ما ينزلش، نزل برضو. فايه اللي ينزل نطلعه احنا فوق، نفس الموضوع. الرجل دي نازلة، نرفعها عن الأرض وناخد المفتاح ده من ده قفلة السايكل بتاعي كده. الرجلين تمام، نبص على فيها أي مشاكل. في عندي هنا نطرة في الركبة، احاول اصلح النطرة دي. فيها نطرة برضه، ممكن نبص كده نشوف الجزء السفلي اخباره ايه. 23، اوكي. تمام كويسه، الدراعات فيها مشكلة في السايكل. نبتدي بقى نظبط الجزء اللي فوق، نهتم بالجسم الأول، نشوف الجسم أخباره ايه. لازم يبقى فيه حياة في الجسم،
مفيش حد بيمشي ويبقى جسمه طبيعي. نبتدي نعدل الحاجات اللي احنا شايفينها غلط. هي دي اللي انا عايزها. هي دي اللي انا عايزها. ايه هي دي؟ لا بقى حقيقة. معلش يا ايمن، مش فاهم ايه هي اللي انت بتقول عليها. انا ما دي خدها يا باشا، خلاص مش عايز تتعزى عليك. ايمن اهو. انت معاك الدير. ايمن انا ما كنتش اعرف ان انت بقى في جامب جامد. احنا عايزين نظبط الجامب ده في السنتر تقريبا. الو الو طيب عبدو، ايه يا عم كتكبير عليكم على عبدو ده، والله طلعت عيب اهلي. نزود شوية هنا، ادي كتاب اقسم بالله. نزود شوية هنا ليه بس ده، انت والله عيب حلوه. فاكر يا عم والله كنسلت عليك بالغلط اصلا، ما كانش معايا رصيد. انت مش متخيل انا ندمت ازاي. اقسم بالله. عامل ايه يا معلم؟ وحشني والله يا عم. ايه مفيش امل اشوفك النهارده؟ انا اشوفك النهارده طبعا، ما عنديش تاني. بس ممكن يا ريت والله، بس انا علي بكرهك دلوقتي، مش عارف اقنعك. هو نزل كل هو لطيف. ايوه الاكتاف غريب والله. بس ممكن اطلب منك صلاة؟ ممكن لما اطلب بيتين اهلك ترد عليا؟ رد عليا نرفع قول لي كده بص انا شوية. حتى مش عارف ارد، اسمع صوتك بس. نرفع كده شوية، نرفع انا كتف شوية وننزل الكتف التاني. راجل هنجيله تاني دلوقتي. هو اصل انا المشكلة ماشي اي ما نرفع ينفع كتف يا باشا، اصل انا ابتديت نزله. ابتديت الاسيستنت بتاع الاكل والجيم والكلام ده، فبقت العملية صعبة شوية. انا عندي مشكلة في الجسم انا عايز احلها. انا ما عنديش اي ايام في اليوم ولا اي حاجة، بس قشطة يعني قشطة. حاجة بقى خالص كده من غير ما اكلم. ممكن نغير هنا. ممكن نغير هنا. نشوف كده نعمل حركة. حاجة
الدراعات عايزين نظبطها، الجسم لحد ما كويس. الدراع ده عايز يظبط. نزود شوية. نبص عليها كده. في الجزء الأخير في قفلة السايكل في مشكلة. طيب احنا ممكن نعمل حاجة تانية عشان ساعات الفيديو بيغشنا. ممكن نكبر حركة المشي دي. هو مفيش اجازات قريبة؟ مدة الندم باينة من هنا. المفتاحين دول قريبين من بعض، طب يعملوا سينك كده في النص. المفتاح حصلت في الرجل، في مشكلة حصلت في الرجل. ليه بقى؟ ليه عمل كده؟ اللي دي مش واخدة مفتاح هنا؟ أعتقد كفاية كده. الرجل اللي طلعتها من الأرض جامدة قوي.
الرجل هنا، الايدين هنا قريبه من بعض في الاخر، الناحيه الثانيه كويسه. طيب نبص عليها تاني. هتدخل تدخل نبص على الرجل الاول. طلع كده الباص. المشكله في الباص ده بقى انه ما بيطلعش، المفروض انه يطلعها من هنا، وبيطلع الباص ده للاسف. احنا ممكن نمسك ده برضو نفس وبرضو مطلعها من هنا. طيب احنا ممكن نعمل حاجة، ممكن عشان ننعم الدنيا خالص، بوينت البوينت دي انا هقول له لينك للايه؟ كوركم على الساندوتش كده. كوركم سلايس الجبنه. ايوه انا اما كنت اضحك ايمن يا اما كنت الحق. ايوه انا كنت بجد نفسي يا اخي. انت في انا انا سوي انا بقيت شفت اثار دم وهو ماشي فين. انا لما اعمل شوت تراجكتري اشوف التراجكتري بتاعها. طبعا التراجكتري وحش جدا. شوف اثار بنزين نازل. هو ده اعلى مفتاح، فاحنا ممكن بقى نمسك الرجل دي ونحاول ان احنا نظبط بقى ايه. هنا نزلنا نطلع هنا في اتنين تراجكتور. مين تراجكتوري دول بتوع ايه؟ دي اللفتين يعني. طيب نظبط بقى هنا مظبوط. طبعا احنا لو نزلنا تحت هنا نفس الموضوع من غير ما اتني رجلي كده. تمام ممكن هنا دي مفتاح لفوق فيبقى الباص ناعم. ممكن هنا ننزله لتحت سنة فيبقى الباص ناعم برضو. الحاجات دي ممكن ما تبقاش واضحة قوي لما بتيجي تشتغل، بس تبقى شكلها حلو في النهاية. هنا بقى تلاقوا ان الكعب بيطلع بينزل تاني. لا احنا عايزين الكعب يفضل طالع لفوق، يفضل طالع لفوق كده مظبوط. نروح للرجل التانية، ناخد من دي كوبي. طبعا في البونز مفيش يعني مفيش الكلام ده، انت كده كده بيبقى عندك الحاجة اللي هي التراجكتري بتاعها، ما بتحتاجش تعمل كل اللي احنا بنعمله ده. بس انا عشان عايز بس اوضح لكم فكرة الباس بتاع الرجل عامل ازاي، ازاي تبقى ناعمة، وهنعمل كده في الايدين وهنعمل كده في كل حاجة. تمام نقفل الاوتو كي ونقول له لينك للرجل دي، نتحرك معاها. شوف بقى التراجكتري اي كلام. نبتدي بقى ايه نظبط. طبعا هنا زي ما انتم شايفين بيطلع وبعد كده بينزل الكعب، فاحنا
نظبط ده بقى معانا في ايدينا، نغير الباس بيفوت قصدي، نحاول ان احنا نعليها. عجبني اول جول في المره دي بصراحه، نفس الموضوع. دي نيجي هنا نقول له قدام، لما نقول له قدام يبقى في النص قدام برضو، جاي في النص. ليه تعمل معايا كده؟ ليه؟ ايوه ليه بقى في النص مبقاش قدام؟ ليه؟ أقصى حاجة ممكن تعملها يعني. تمام، احنا هنيجي هنا نرفع سنة كده، يبقى الباص بتاعي مظبوط سليم. ممكن ننزله سنة هنا وننزله هنا سنة، هنا ننزله سنة. طيب الباص كده تمام، يلا هنا محتاجين نعلي هنا. سوينج الرجل تمام، كده الرجلين بقت ناعمة. بقت أنا من الأول. احنا حطينا مفاتيح في النص كتير، بس بقت أنا نمسك بقى ايه الدراع هنا، نديله اوفر شوية سنة، اوفر سنة كمان. يبقى بنفس التوقيت نفس الموضوع هنا. ممكن بقى نمسك الشوية دول من بعد 24 نمسحهم، عشان احنا كده بنعدل في الأصل. طيب الدراع ده وصل لغاية 21 وسبت تقريبا هنا، عشان مش هينفع. بص بقى هنا اني مفتاح أصح، المفتاح اللي في الأول بالظبط كده. لازم المفتاحين دول الزيرو وال 24 يبقوا زي بعض بالملي، والا هيحصل جامب جامد. ايه الاثنين هنا هنا على الليزر. انا كنت واقف اه ومصطفى داخل، فاحنا الاثنين في الليزر. هات المطر رحل سنه. ده سؤال، هما لو كسبوني في كده انتوا كسبتوني. نفس الموضوع هنا، قرب وفضل ثابت. انا اسف، 12 ده لازم يبقى زي ما هو. هو 14 15 ده هو اللي هيطلع قدام سنة. نفس الموضوع انا وصل وسبت.
اعتقد ان احنا محتاجين ندلت شويه مفاتيح. لو دلتنا ده دلتنا ده نرجع للاول تاني. انا مش عايز اظبط معايا. تقريبا كده اتظبطت. لو ما اتظبطتش احنا الوقت بيمر جامد تقريبا ساعة، فممكن ابقى اعمل فيديو تاني بنظبطها وقت تاني مناسب. هنمسك المفتاح دوت ونمسحه، ونمسك المفتاح ده ونمسحه. في اوفر كده بس هنا اعتقد الدراعات بقت كويسة. في نتشة في الرجل جامد، نظبط الرجلين. بس هو للأسف وقتنا انتهى. بص الناحية التانية، بص من زاوية تانية كده. المفروض بقى نكمل الصوابع. الدراعات كويسة والكف، الكف بس فيه نتشة برضو. الركبة فيها نتشة برضو، يعني تظبيط بولشينج يعني. بس ده بشكل عام المشية في الجسم بالكامل دي طريقة تنفيذها. استأذنكم ثواني. طيب حد عنده اي استفسار في الحركه اللي احنا عملناها النهارده؟ انا عندي استفسار واحد بس. اتفضل قول. هو دلوقتي انا تمام، انا فاهم كل حاجه، بس عايز اسال لو مثلا
في كرسي قدامه هو عايز يلف من ورا الكرسي، في مثلا انا عملت بوكس هو عايز، وانا عايزه هو ماشي ومش معدي من حوالين البوكس، ده هتبقى ازاي؟ لا دي مش هتبقى سايكل، دي هتبقى حركة عادية يعني، بدل ما نمشيه في مكانه بنمشيه ونغيره. وفي في البايبد في بقى حركة المشي اللي هي الجاهزة، اللي هي الفوت ستيبس دي، بس ما احنا مقفولة، المفروض معمولها فريز، عشان معمولها هي دي بتمسكها من هنا يعني، لو عملنا ان فريز اول هنلاقيها ظهرت معانا، لو مسكناها نقدر نخش بقى على الانيميشن ونعمل حركة مشي، وتقدر بقى تأديت يعني انا هعمل الاول الخطوات ديت وابتدي اديت فيها ان انا احرك الرجل بتاعته اللي هي اللي بتبقى في الارض ديت، بالظبط احركها حوالين البوكس دي مثلا. بالظبط، بس طبعا ده يعني ما يعتبرش تحريك، ده يعتبر تعديل في الحركة اللي هي تعديل. الجاهزة، الحركة الجاهزة اللي هي اوريدي الماكس عاملها يعني، واخد بالك. لكن احنا لو هنتكلم في ان احنا نعملها بايدينا، لا احنا لازم نعملها احنا يعني، نقعد نعملها احنا. ده ماشي بقى تمثيلي امثله وبعد كده ابتدي اعيد بالظبط فيه في يعني، المكس لا اعمله في المكس. وتعملوا بقى خطوات يعني، لو مثلا في 6 خطوات تقعد تعمل 6 خطوات كاملين يعني، واخد بالك. ايوه مش هيبقى الحركة في مكانها كده ونسحبها، لا ما هو ده العك بقى اللي احنا بنشوفه، ان هو يعمل حركة في مكانها ويسحبها، وهو بيسحبها يقوم مثلا مديها لاير يعني. مثلا لو مثلنا على الحركة دي اللي احنا عاملينها دي، فين اللايرز؟ هاي اللايرز اهي، اقول له مثلا هنا لاير جديد اهو، تمام. واجي احنا الحركة تقريبا خلصانة في 72، وقوم جاي قايل له ايه، اتحركت على هنا خلاص. هو ده بقى ده اللي بيحصل. طبعا هي بتتزحلق وكده عشان انا مش ساحبها بالفاليو المظبوط، بس لو افترضنا ان احنا هنسحبها صح يعني، طبعا زي ما انت شايف في هزة كده ما بتطلعش مظبوطة في البايبت خالص تقريبا يعني. نقعد بقى ايه نجرب لغاية لما نشوف المكان المناسب فين. كده هو مشي من مكانه. طبعا الرجلين بتبقى محتاجة تتظبط بقى، تظبط البلانتد في مكانها وكده، او السلايدنج. هو بقى يقوم جاي عامل لك كده، عامل لك مفتاح كمان تاني في النص بس، ويقوم جاي هنا عامل له كده، زي ما انت بتقول، وجاي مرجعه تاني. هو ده اللي احنا بنشوفه للأسف يعني، تقريبا يعني، واخد بالك، احنا بنشوفه. بتلاقي الحركة مش منطقية، بس الناس بتعجبها يعني، هو بيبقى مزنوق في الوقت والبادجت قليلة، فما عندوش استعداد ان هو يقعد جنب انيميتور يقعد يحركها له بقى ويقعد فيها وقت ما يقعد. طبعا يعني دي بتبقى فاشلة جدا يعني، فصح ان انت تعملها بإيدك فريم باي فريم، وزي ما تاخد بقى، خدت سامسا سايكل 5 خطوات 6 خطوات 7 خطوات، انت وحظك بقى، واخد بالك. بس في اي حاجة تاني؟ تمام كده خلاص. تمام، طيب نبص على الحركات اللي انتوا عاملينها. دي حركتك انت دي يا محمد صح؟ اللي هي جامب 3 دي. بص الانتسيبيشن حلو خلاص، التايمنج بس هو اللي فيه مشكلة. هنا لو تلاحظ ان هو راح نازل وثبت، بعد كده راح نازل تاني خلاص. طبعا لما طلع ما فضلش على مشط رجله، هو مفيش حد يعرف يقف على طراطيف صوابعه حوالي 1 2 3 4 5 6 7 8 فريم يعني، تقريبا نص ثانية، فمحدش يعرف يعمل ده، وخصوصا بالوزن، بوزنه كله على طراطيف صوابعه، فما يعرفش ان طراطيف صوابعه ما فيهاش القدرة على ده، ما فيهاش العضلات دي. فانت لازم تثبت،
البلانتد اللي انت عاملها دي قريتها لغايه لما يبتدي ينط، تاخد بالك ممكن نرفعها ساعتها. ساعتها ممكن يكون كده منطقي. ليه؟ لان هو كده يقدر يقف على مشط رجله ويزق مشط رجله، مفيش مشكله. تمام، فدي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا ثباته هنا وبعد كده راح نازل. هو ما كانش المفروض ينزل، هو كان المفروض يثبت او يترفع لفوق سنه بحيث ان هو بيعمل حركه، اي حركه معينه يعني. فكده ماشي، كده ممكن. خد بالك طبعا هنا الوسط انت مش واخد بالك ان هو معوج وباين في الرجل قوي، باين في رجلي هناك. ان هو كده كده مظبوط، كده الوسط مظبوط، والوسط مش واخد مفاتيح خالص. تمام، فالتايمنج هنا للانتسبيشن حلو قوي. التايمنج هنا هو اللي عايز يظبط. انت بتقول انت مشيت زي الريفرنس بالظبط. طيب يبقى هو هي كده، يبقى في مشكله. كده المشكله في ايه؟ المشكله ان المسافه اللي في الريفرنس اكبر من المسافه اللي انت عاملها، فعشان كده بقى في تايمنج طويل. انا حسيت ان في طول في التايمنج، التايمنج واخد وقت جامد قوي في الهواء، واخد وقت جامد قوي في النزول. نحلها ازاي؟ نحلها ان احنا نعمل حركه، نبعد، نزود المسافه. فبدل ما المسافه تبقى من هنا لهنا، لا، المسافه تبقى من هنا لهنا مثلا. واخد بالك؟ فيديني نفس التايمنج اللي هو اللي موجود في الريفرنس. واخد بالك؟ لان هو الريفرنس ده حقيقي يعني، هو ده حاجه حقيقيه، عشان كده احنا بنرجع لها في الشغل. تمام؟ فهو خد وقت هنا، خد تقريبا من 32 لغايه 41 تقريبا، 9 فريم في الهواء. فطبيعي ان هو ينزل في وقت اقصر اطول من كده. هو نزل في 3 فريم في الكونتاكت، لكن كان المفروض ان هو ينزل مثلا في 2 فريم و2 فريم كمان يستلم وزنه. طبعا هو هنا مش محافظ على وزنه، هنا كده يقع. المفروض ان هو تلحقه ان هو يوصل لهنا كده. هو ده اللي حصل في الكاركتر بتاعنا، ان هو كان هيقع وحاول يلحق نفسه الريفرنس اللي احنا عاملينه يعني. بس بالنسبه للكره، عشان الكره مختلفة ككتلة يعني. حتى لو تفتكر ان احنا في الدرس بتاعنا احنا غيرنا في الريفرنس، لان الكتلة نفسها مختلفة. هو عنده دراعات وعنده ايدين، فيقدر يوزن نفسه. تمام، فلو بصينا هنا، بص التايمنج لما عملنا النطة بقى ايه، بقى وزنها بان وما وقعتش، بقى فيها اتزان. خد بالك، هو فيها ناتشة، الناتشة دي بسبب الروتيشن ده. فاحنا ممكن نحافظ على نفس الروتيشن، نخليه بس نقدمه قدام سنه عشان ما يبقاش فيه ناتشه، ننزله سنه كمان فيبقى نفس الاتجاه. واخد بالك كده بقى ايه، بقى لطيف، والحته اللي في الاخر كويسه ما فيهاش اي مشكله. تمام، هي محتاجه شويه تظبيط بس، التظبيط احنا تقريبا عملناه مع بعض خلاص، شويه الحاجات دي. تمام، اخش على محمود. حلو يا محمود، الانتسبيشن اللي ورا ده جميل. هنا بس انا حاسس هنا نفس الموضوع. هنا لو اتاخر سنه، لو اتاخر بس سنه كان هيبقى افضل. لو مش تتأخر سنة كان هيبقى أفضل. هنا الرجل سبقت الجسم، ظريف، حلو، تمام. هو لو كان طلع لقدام كان هيبقى أحلى برضه. لو كان طلع لقدام سنة بتعمل ارك للحركة اللي انت عملتها. انا شايفها جميلة،
بس التايمنج في النطة انا حاسه محتاج يبقى اطول من كده. حاسه ان هنا محتاج، هنا خد وقت طويل، فاحنا ممكن نفرد دول، نفرد دول هنا كده. خدنا من الطلوع ادينا للنزول، او العكس، خدنا من النزول ادينا للطلوع، وهي دي فايدة ان المفاتيح كلها تبقى على بعض. بس جميلة الحركتين الاتنين حلوين، تسلم ايديكوا. يعني في اي حد عنده سؤال على اي حاجة؟ انا تمام. طيب تمام خلاص ماشي، ان شاء الله كده الدرس ده تلاقوه في اسرع وقت ممكن على النت ان شاء الله. ومثلا لو يوم الاربع عرفتوا او يوم التلات عرفتوا تطلعوا حاجة، احنا عايزين حركة مشي في المكان الجسم كله، وعايزين نط على رجل واحدة، دول الاتنين حركتين، النطة للكورة ديت او للجسم كله زي ما تحبوا اللي انتوا عايزينه. بس طبعا يا ريت نصور لنفسنا ريفرنس، والريفرنس ده نحرك عليه كبداية ان احنا ازاي نتعلم نطلع ريفرنس مننا احنا، من نفسنا احنا كانيميتوس. بس شوفكم مرة حركة المشي وحركة النطة. حركة بالظبط، حركة المشي للجسم كله ونط على رجل واحدة. نط على رجل واحدة؟ ان شاء الله. تمام ماشي، ويا ريت يبقى في ريفرنس ليكم، ولو عرفتوا تجيبوا من على النت خير، في ريفرنس يبقى كويس، هيبقى افضل بكتير. نشوفكم على خير ان شاء الله.